بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم الأنبياء سيدنا محمد بن عبد الله عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في إطار حملة تعقيم التي تشهدها ولاية المنيعة، ها هي يعني جمعيات من أحياء من حي الزيد، معنا يعني رئيس جمعية محمد حفناوي ورئيس جمعية حي الأنوار ولا الزيد، في إطار حملة تعقيم في هذا اليوم الأول. في كلمة وجه رئيس جمعية الحفناوي، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار حملة التعقيم التي تقوم بها ولاية المنيعة المنتدبة، نطلب من المواطنين يكون عندهم شوية الوعي، لأنه في كما تقول الحكمة الوقاية خير من العلاج. إحنا قبل ما يلحقنا المرض هذا لازم نوجدوا روحنا ليه، يعني النظافة أساس كل شيء، والمرض هذا يلزم قبل ما يلحق لنا تكون الناس عمت النظافة على الأحياء، المنازل، المحلات التجارية، على أماكن تواجد الأطفال. ونطلبوا حاجة من الأولياء في الفترة هذه، ماذا بهم يحكموا الأولاد الصغار تاعهم، ما يطلقوهمش بلا سبب، هكا خاطر عيدات يتصاب طفل واحد يعني قادر الشبيبة تروح معاه. ماذا بينا يعني على الأقل الفترة هذه 15 يوم يحكموهم حتى يفرج مولانا إن شاء الله والله يرفع البلاء على هذا البلد. السلام عليكم. سلام. رئيس جمعية الأنوار ولا زين، يعني في إطار الحملة هذه، تفضل. فيما يخص إطار الحملة هذه، كما قال الأخ رئيس جمعية محمد حفناوي، رانا نقوموا بحملة كما نقولوا تطهير وتعقيم مناطق التجمعات على الأطفال هذه. نطلبهم الأولياء الله يرحم والديكم شدوا بزوزكم لهذا السمان، سمانة ما تزيدوا ما تكثروا، عادي شدوا بزوزكم، كل واحد يشد بزوز في داره سمانة، باش إن شاء الله يا رب إحنا البزيزات بقى نشوفهم يكبروا، ماناش بقى نشوفهم مرضى، ماناش بقى نشوفهم، والله ما رفع علينا البلاء. تحضر معنا السيد عبد الحميد سلامة، يعني في كلمة أيضا مع هذا التلة من الشباب تعقيب. كلمة، السلام عليكم. كلمة والله إلا قلناها مرارا وتكرارا، إحنا باقي لا الوعي وباقي لا تطبق الكلمات اللي قلناها. إحنا كي شفنا الامر هذه انه يعني الناس لازم تبادر، والامر باش بس الشيء الهين، شفنا انه جمعيتين قاموا بالتنسيق مع بعضهم، قالوا ان يعني حي ولا زين هذا ان شاء الله. احنا هذه الفكره تعم جميع الاحياء تاع البلده، كل واحد يعني عاد يجي رئيس جمعيه حي يا اخي يشوف كيفاش مع الكيب تاعو ويعقموا الحي نتاعهم. ولكن الناس ياسر رانا شفناها اليوم كي جينا نبدو، رانا واجهنا يعني كلمات كبيره، واحد يقول لك يا حسره انتم على واش راكم جايين، ها احنا واش دخلنا في ذا المرض، وحنا يعني نقص الوعي هذا الجهل. يعطيك الصحه، كان جا انسان يعني اللي يقول لك انا وثقني يا سيدي انا نروح نريح في داري وراني متكي خلي تخلع، ولاني هذه راه مش من شيمات الرجال، هذه يعني لازم الناس كل تكون عندها المسؤوليه. ما نتسناش انا رئيس بلديه، ولا نتسنى الوالي، ولا نتسنى الرئيس، ولا كل واحد راه مسؤول على بيته، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فهمت؟ انت راك رئيس حي يا اخي، شوف عقم الحي نتاعك، شوف كيفاش دير مجهودات يعني بصمه خفيفه ديرها. احنا نقولوا يا اخي احنا ان شاء الله ما يلحقناش هذا الشيء، ولكن نديروا المجهودات نتاعنا ونديروا سبب يعني هذه نظافه، احنا ماش نديروا فلوس اخرى، انا ننظفوا الحمد لله يا ربي. وهذا ما كانوا ان شاء الله، وكما قالوا الاخوان يحاولوا قدر المستطاع الاولاد الناس كامل. احنا اليوم قال لك بلي حاله طوارئ، اليوم الناس راه نشوف فيها مريح عادي في البلاد يتفرج قدام القهوه. بالعكس حميد، نشوف له حتى الدراري هما راه كاملين، راهم سبحان الله الناس راهم وراهم الاباء وراهم الامهات. والله ربي يجيب الخير ان شاء الله. اللهم امين. ان شاء الله ربي الله لا يلحقوا لنا، على خاطر والله رانا عارفين يا وجل شخص واحد هنا. ايه السلام عليكم. لا راحت البلده، ربي يحفظ ان شاء الله، ربي يحفظنا ان شاء الله من هذا المكروه. والسلام عليكم ورحمه الله. عليكم احنا نطلبوا من الناس اللي عندهم الوعي، كما الاخ حميدو يدعم، راه دعمنا الله يرحم والديك.